جمعنا الكريم وكيل وزارة الحكم المحلي، موظفي الوزارة، أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، موظفي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مصوري مراسلي القنوات الفضائية، مراسلي الإذاعات المحلية، وكالات الأنباء والصحف المحلية العالمية، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي والثاني للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الحدث التاريخي الأبرز في تاريخ ليبيا، العمل البناء نرسم خطواته لنسير عليه، نكتب تاريخه، نميز أيامه، نحدد ساعاته. أترككم الآن مع كلمة السيد علي سعيد نصر وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان، يفتتح هذا المؤتمر الذي يعلن عليه من داخل أروقة الوزارة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. في هذا اليوم المبارك الموافق ليوم الجمعة 7 ديسمبر 2013 نعلن النتائج الأولية لانتخابات البلديات لبلدية البيضة وشحات وتازربو، وبهذا نعلن بداية مرحلة الإدارة المحلية والتخلص من المركزية المقيتة التي عانى منها شعبنا لفترة زويلة من الزمن. وإذ نشكر اللجنة المركزية واللجان الفرعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأمن على ما قاموا به من جهود جبارة لإنجاح هذه العملية، ونترك المجال للسادة أعضاء اللجنة المركزية لافتتاح المؤتمر. تفضل. من زرع حصد، وها نحن نحصد ثمار الجهد الذي بذل لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا من قبل أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجان الفرعية للبلديات وموظفي المراكز من وزارة التربية والتعليم وموظفي مصلحة الأحوال المدنية ومكتب الإعلام والتوعية باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. أترككم الآن لنبدأ مؤتمرنا الصحفي لنتجول في داخله عن آخر الأعمال التي أتت بها انتخاباتنا في ليبيا للسيدان أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم الشريف بن تاهية والسيد المهدي خليفة البهلول، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد استكمال إجراء عمليات الاقتراع يوم السبت الماضي في كل من البلديات البيضاء، شحات، تازربو، وبنت بيا، أسفرت طبعا اللجنة المركزية راجعت النتائج المبدئية والاستمارات التي استلمت، وصدر قرار من اللجنة المركزية بمراجعة واعتماد النتائج المبدئية على النحو التالي. طبعا بيان نتائج انتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وعلى القانون 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية، وعلى قرار مجلس الوزراء 1960 لسنة 2013 ميلادي بتشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وعلى القرار 180 لسنة 2013 بشأن إنشاء بلديات وتعديلاته، وعلى قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية رقم 68 لسنة 2013 بشأن تحديد المواعيد الانتخابية لبعض البلديات، وعلى محضر اجتماع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المنعقد بتاريخ 5/12/2013 ميلادي. المادة الأولى
تعتمد النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية الآتية: 1 بلدية البيضة، 2 بلدية شحات، 3 بلدية تزربو، وفق النموذج المعتمد للنتائج المبدئية المرفق والذي سيتم تلاوته. يؤجل الإعلان عن مادة 2، يؤجل الإعلان عن النتائج المبدئية لبلدية بنتبية لعدم استكمال العملية الانتخابية بكامل المراكز الانتخابية لأسباب أمنية. طبعا في بلدية بنتبية 14 مركز تم الاقتراع في عدد 12 مركز، وتبقى مركزين في منطقة الرقيبة حدث فيها أحداث أمنية، فتم يعني إقفال المراكز، وسيتم بعون الله برنامج تكميلي لبلدية بنتبية باستكمال المركزين في الواقعين في الرقيبة في خلال الأيام القادمة. طبعا المادة الثالثة: لكل ذي مصلحة حق الطعن في النتائج المبدئية خلال يومين من تاريخ صدور هذا البيان، صدر بتاريخ 5/12/2013 ميلادي، وينشر في كافة الوسائل الإعلامية والموقع الرسمي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. أولا النتائج المبدئية بشأن انتخابات بلدية البيضة: عدد المراكز 34 مركز، عدد المحطات 75 محطة، عدد المسجلين 23,966 ناخب، عدد المقترعين 8,060 ناخب مقترع، تاريخ الاقتراع 30/11/2013. أولا الفئة العامة: اسم المرشح الأول سعد سليمان محمد الحمري، عدد الأصوات 1067 صوت. المرشح الثاني علي عبد العالي بالقاسم محمد، 678 صوت. علي إدريس محمد التركي، 603 صوت. عبد الله مطول علي يونس، 565 صوت. علي حسين محمد أبو بكر، 487 صوت. المرشح السادس موسى محمد مفتاح، 480 صوت. السابع آدم محمد بو رجيع قويدر، 412 صوت. المرشح الثامن أشرف العلمي المبروك، 345 صوت. المرشح التاسع أكرم فرج عبد الحميد صالح، 332 صوت. المرشح العاشر محمد فرج حامد الشاردة، 291 صوت. سيتم إعلان كافة المرشحين في الفئة العامة اللي هم 40 مرشح في وسائل الإعلام الخاصة والموقع الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي للجنة المركزية لمعرفة بقية المرشحين اللي بعد العشر الأوائل. بالنسبة للذوي الثانية ذوي الإعاقة من التوار، بالنسبة لبلدية البيضة المرشح الأول سليمان محمد سليمان شعيب، عدد الأصوات 2443 صوت. المرشح الثاني حماد صالح عبد العزيز حماد، 2071 صوت. المرشح الثالث عبد الواحد عبد السلام الصادق، 1622 صوت. بالنسبة للفئة الثالثة فئة المرأة لبلدية البيضة، اسم المرشحة الأولى فوزية علي يونس، 1494 صوت. المرشحة الثانية ياسمينة أغفير عطية غفير، 1362 صوت. المرشحة الثالثة نجوى سعيد شماطة عمر، 1352 صوت. المرشحة الرابعة فتحية دخيل الميار، 1010 صوت. المرشحة الخامسة سوسن محمد عمر المرزقي، 682 صوت. المرشحة السادسة والأخيرة مريم صالح عبد ربه قاسم، عدد الأصوات 625 صوت. الآن أترك المجال لزميلي عضو اللجنة المركزية المهدي خليفة البهلول لاستكمال بلدية البلديات الباقية. بسم الله. النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي شحات: عدد المراكز 14 مركز، عدد المحطات 30 محطة، عدد المسجلين 12,988، عدد المقترعين 4,232، تاريخ الاقتراع 30/11/2013. اولا الفئة العامة، اسم المرشح صالح علي محمد عبيد الله، عدد الاصوات 1625.
الثاني حسين محمد بودريشا، عدد الأصوات 582. الثالث عثمان فضيل الميار، 288 صوت. الرابع إدريس عبد المجيد عبد الله، 221 صوت. الخامس صلاح عبد الرحيم المبروك موسى، 184 صوت. السادس عز الدين الشريف عبد الكريم محمد، 151 صوت. السابع صلاح مفتاح محمد كوينين، 128 صوت. الثامن مساعد بدر مفتاح إدريس، 124 صوت. التاسع عبد الواحد سعيد عمران زايد، 113 صوت. العاشر محمد علي محمد، 106 صوت. ثانيا فئة ذوي الإعاقة من الثوار، المرشح الأول سمير بريك محمد طرديش، عدد الأصوات 1270 صوت. الثاني بوحويش الغالي عبد الصالح محمد، 922 صوت. الثالث أحمد إبراهيم فرج حسين، 817 صوت. الرابع رزق بوبكر علي صالح، 633 صوت. فئة المرأة لبلدية شحات، المرشحة الأولى جميلة صالح محمد عبد ربة، عدد الأصوات 1460 صوت. الثانية نورية بالقاسم عبد السلام إبراهيم، 1388 صوت. الثالثة وداد كمال رزق دخيل، 779 صوت. الآن النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي لبلدية تزربو. عدد المراكز الانتخابية 3 مراكز. عدد محطات الاقتراع 7 محطات. عدد المسجلين 2877. عدد المقترعين 1435. تاريخ الاقتراع 30/11/2013. أولا الفئة العامة، اسم المرشح المهدي عبد الله محمود الشافعي، 193 صوت. الثاني عبد الله محمد صالح فرج عبد القادر، 191 صوت. الثالث إبراهيم جيد الله فرج جويلي، 168 صوت. الرابع ميلاد رحيم عبد القادر هليل، 167 صوت. الخامس عطية فرج صباح رسم، 151 صوت. السادس عقوب عبد النبي أحمد محمد، 129 صوت. السابع أنور عمر عبد العالي سوسف، 121 صوت. الثامن عبد الباسط محمد السنوسي محمد، 85 صوت. التاسع راضي مصطفى محمد مفتاح، 66 صوت. العاشر مسعود محمد عبد الكريم المبري، 65 صوت. مازال فيه باقي المرشحين، سيتم نشرهم على الـ على الـ على وسائل الإعلام بقية الأسماء. ثانيا فئة ذوي الإعاقة من الثوار، منير محمد عبد الواحد ربيع، 639 صوت. عيسى عبد القادر محمد علي، 535 صوت. ثالثا فئة النساء، المرشحة الأولى فائزة محمود عبد الرحمن فرج الله، عدد الأصوات 710 صوت. الثانية زاهية عيسى أغنيوة أهليل، 494 صوت. الثالثة سليمة عبد الونيس قبيلي داود، صفر من الأصوات. طبعا هذه هي نتائج انتخابات المجالس البلدية للبلديات المذكورة اللي هي البيضة وشحات وتزربو. كما أعلن المهندس سالم أن تم تأجيل إعلان نتائج انتخابات بلدية بن بي لحين استكمال المركزين التي تم إيقاف الانتخاب بهما خلال الأيام القادمة. خلال يوم غد يشهد انتخاب أيضا مجلس بلدي لأوجلة وتراغن وادي عتبة والزنتان، نتمنى لهم التوفيق جميعا. السبت اللي بعد القادم اللي هو يوم 14/12 يشهد انتخاب مجلس بلدي غريان، أيضا نتمنى لهم التوفيق. السبت الذي يليه 21/12 يشهد انتخاب مجلس بلدي الزلطن للعجيلات الحوامد نسمة الأصابع ككلة، نتمنى لهم التوفيق أيضا. الآن باب مفتوح للأسئلة إذا كان في أسئلة. تفضل. نحب نوضح نقطة، طبعا المجالس البلدية المعلنة هي حتكون 7 مقاعد، 5 مقاعد من الفئة العامة ومقعد من الثوار ذوي الإعاقة من الثوار ومقعد من المرأة. طبعا تعداد حسب القانون تعداد البلديات يقل عن 250 ألف نسمة. تفضلوا إذا باب مفتوح للسؤال. يعني في تباين في البيضة ممكن الثلث فقط من
شد فقط هو من ذهب إلى مراكز اقتراع وقدم صوته يعني. في شحاف برضه أقل من الثلث بشهور. فبالتالي يعني في المجزات تزيد ولا حد بالنسبة لكن يعني 50% تزيد. في هل ممكن هذا سبب يعني الخطة الإعلامية للانتخابات يعني كانت ضعيفة؟ هو حسب ال هو السبب تبيلي طبعا استطلاع رأي باش تعرف السبب لأن فيه عدة ظروف مجتمعة في عزوف الناخبين طبعا ربما عزوف نقدر نقول وسائل الإعلام عن التغطية الحدث قبل يوم الاقتراع وهذا شيء مهم أن التغطية يوم الحدث يعني كانت مميزة لكن قبل يوم الحدث بأسبوع لم يتم الإعلان بشكل مكثف من وسائل الإعلام وتغطية الحدث بالشكل الذي يستحق. طبعا الوسائل الإعلامية اللي تم استخدامها غير مش منبوش نحكوا على التلفزيون باعتبارك الوسائل الإعلامية هي عن طريق المطويات وتوزيع المنشورات تركيب اللافتات في الشوارع للإعلان عن هذا اليوم. أما تغطية الخبر عن طريق وسائل الإعلام تم مراسلة جميع وسائل الإعلام بهذا الكشف لتغطية هذا الحدث. فهذه هي الخطة الإعلامية اللي تم. عفوا. بس نضيف في برنامج توعية مهم أن الناس لازم توعى وتفهم بأن أهمية انتخاب المجالس البلدية لهم مدى سجن المواطن. كثير من المواطنين اختلط عليهم ويقول لك احنا يعني عندهم عزوف نتيجة خيبة أمل في انتخابات سابقة. هذا يقولوا لنا في المواطنين ولابد من الاستمرار في التوعية للرفع من قيمة المشاركة في عملية الاقتراع. هو الحقيقة صارت أكيد لا يخفى على أحد المشكلة صارت في بلدية بنت بيّة نتيجة خلل أمني في أحد في المراكز الانتخابية في مركزين انتخابيات. هذا مما أدى إلى تأجيل نتيجة بنت بيّة لحين استكمال الانتخاب في هذه المراكز لمنح فرصة للناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم. ستكون إن شاء الله الإعلان عنها في الأسبوع القادم. طبعا بالنسبة لبنت بيا كانت فيه مشاكل في المناطق القريبة اللي هي من مثلا يعني في رأي في المنطقة أن لابد تكون بلدية واحدة في فصار حدث في منطقة الرقيبة بالذات في جو مجموعة من المواطنين فطبعا سكروا المراكز وصارت فيه مشاكل يعني. فلكن طبعا هذا ما يتحدث الرقيبة اللي هي مركزين من 14 مركز. فطبعا صار نقاش ولازلنا إن شاء الله لما يتأمن المنطقة هذه والمراكز متوفر المواد متوفر كل شيء إن شاء الله حنباشره في الاقتراع فيهم. طبعا بالنسبة للاقتراع لبقية البلديات اللي شحات والبيضة أنا شخصيا كنت في المنطقة وحضرت الاقتراع ومرت الأمور بسلاسة بدون أي خروقات أمنية وكان الأمور الجو هادي وكان يعتبر عرس في البيضة وفي شحات. فهنا يعني نذكر المراكز في منطقة شحات والبيضة يعني لغاية الأربعة الساعة 3:30 في الليل كان العد والفرز والإجراءات بدون أي مشاكل ولم تعترضها أي أمر أمني وكان الأمور يعني بسلاسة مضت. وكذلك الأخبار اللي وردتنا من تزربو كانت الأمور ممتازة وحتى نسبة الاقتراع والإقبال في تزربو بالذات متميزة على البقية والحمد لله الأمور هذه هي المرحلة الأولى. طبعا احنا نتعلمه من الدروس المستقاة من هذه الأمر اللي هو زيادة في التوعية وزيادة في يعني حد وتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة بصورة أكثر في عملية الاقتراع. معلش بس عندي إضافة بخصوص بنت بيا أو المراكز اللي ما تمش انتخاب فيها. تواصلنا احنا مع المنطقة العسكرية سبها ووعدونا في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله أيام معدودة فقط إن شاء الله حيقوم بتأمين المنطقة لاستكمال العملية الانتخابية في منطقة الرقيبة إن شاء الله بإذن الله. سؤال أخر قبل ما ننهي المؤتمر الصحفي نحب نذكر مرة أخرى والبلديات التي ستقترع يوم الغد عندنا أوجلة وتراغن وادي عتبة وزنتان. غدا صباحا ستفتح مراكز الانتخابية لانتخاب مجالس بلدية لهذه البلديات. نتمنى لهم التوفيق والمشاركة في هذه العملية الانتخابية. شكرا لحضوركم.